كابتن فيصل يعني اذا يعني ما نريد احنا نبخس حق الاسود الاطلسي، يعني حتى ما نتحدث عن مباراه كرواتيا، ولكن قدم ما عليه، لكنه اثبت انه منتخب عقيم في الهجوم، ما يقدر يسجل. انا حتى مرات اقرا، يعني عذرا على الاستطراد بالحديث، اقرا مثلا يقول ايش قد يفوزون فرنسا، واحد يقول 3-1 3-2، انا اقول لا 3-0. والله بالتاكيد يعني احنا اليوم الفريق المغربي يعني بصراحه هو وصل الى مكانه نصف نهائي بالتاكيد، يعني اليوم فخر هو لكل العرب وفخر يعني للمغرب، واول فريق عربي يوصل وافريقي ايضا يصل الى مرحله متقدمه، وجار الكبار وخرج الكبار من التصفيات ووصل الى مرحله امتع العالم حقيقه، يعني بكره دفاعيه منضبطه بنقلاته يعني بهجمات المرتده، لكن مثل ما تفضلت يعني حضرتك عند القدره الهجوميه يعني شويه ضعيفة. واللي ربما يعني هو وليد الركراغي يعني راح يكون له رؤيه لتقويه الخط الهجومي لربما حتى في بطولات لاحقه.